أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وهي الرائدة في هذا الخصوص في 26/1/2024 أنها ستعلق مؤقتاً التمويل الجديد للوكالة على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في 27 أول. وخلال أيام وجيزة انضمت 15 دولة لقائمة الدول التي أعلنت تعليق المساعدات. ولعل تعليق هذه الدول جاء متناسقا تماما ومتوافقا تماما مع رغبة وأهداف إسرائيل بإنهاء هذا الملف نهاية لا عودة عنها، واستغلال حدث لم يثبت تحقيقه من خلال الادعاء أن ثمة موظفين شاركوا في عملية 7 أكتوبر وأن هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب. إن هذا العقاب الجماعي الذي مارسته الدول يشكل بالمفهوم القانوني جريمة حرب. فالعقاب الجماعي يعرف بأنه عقاب عائلات ومجتمعات وأحياء وقرى ومدن بأكملها بسبب فعل يتوقع أنه أفراد قد قاموا به، نراه اليوم في قطاع غزة من خلال التعليق التمويل. إن العقاب الجماعي محظور في القانون الدولي. نظام أساسي للوكالة يحدد وظيفتها وعلاقتها. إن وقف أو تعليق تمويل الأونروا هو بمثابة عقاب جماعي لملايين اللاجئين، سيؤدي إلى وقف خدماتها بشكل تدريجي، وسيحرم حوالي 6 مليون لاجئ من حقهم في الطبابة والتعليم والإغاثة والسكن اللائق وتحسين البنى التحتية، فضلا عن حرمانهم من الصحة البيئية خصوصا في المخيمات. ويمكن للمنظمة أن تحل مكان منظمة أخرى مما